سلافة وخرجي، يقال إن الحياة مسرح، بتشوفي كده؟ الحياة بتوقع أكبر من إنه تعرف بكلمة واحدة. مسرح، فن، علم، معرفة، حقيقة، غيب. حياة سلاف تنفع مسرحية؟ بتوقع إنها أبسط من إنها تكون مسرحية، ما بحس لها بتكون درجة. إيه؟ قد تكون قصة بسيطة. قلتي إنه كل دور بتجسديه بيكون علاج نفسي. صحيح، أنا بحس الممثل محظوظ رغم إنه بيتعب كتير ورغم إنه أعصابه بتتعب، وبتحسي إنه دائماً نحن عنا تعب جسدي تعب نفسي لأنه بتطلعي من دور لدور، بس بنفس الوقت بحس إنه الممثل محظوظ لأنه بعيش كل الشخوص، بعيش كل الحيوات الموجودة، بتعيشي كل شيء بدك إياه، بتجربي. التجربة بحد ذاتها هو يعني علاج نفسي، فأنا بحس حالي إنه أنا فعلاً محظوظة قادرة أعيش دور المذيعة والطبيبة والغنية والفقيرة واكتشافات أخرى، فكل مرة أنت عم تفوتي على شخوص أخرى، فهذا الشيء أكيد في علاج وفي تفريغ إنه أنت عم تجربي حالك فيما لو كنت في موقف آخر بيشبهك أو لا، يعني مو بالضرورة. قصتك البسيطة لو بإيدك تختاري تبدأيها من فصل بعينه، تختاري أي فصل من القصة؟ بحب كل فصول حياتي كلها؟ أكيد، بجمالها وبصعوبتها أكيد، لأنه هي الفصول هي اللي عملت مني أنا اللي هلأ قاعدة حالياً، وأكيد كانت صعبة ما كانت سهلة أبداً، بس بحب كل الفصول وممتنة لكل الفصول بالتأكيد، وأكيد بتكون دائماً البدايات يعني بتكون الطفولة، الطفولة هي الأساس، هي اللي بتكون الشخصية فيما بعد، أكيد ببداها من حضن ماما وبابا دائماً. قلتي عن طفولتك إنه كانت والدتك بتاخدكوا المسجد والكنيسة لدرجة إنك كبرتي ما كنتيش عارفة ديانتك إيه. نحن ده من الحاجات اللي شكلت وعي سلاف وخلتك عندك أفكار وأراء كتير، يعني مش شوية هم كتير مختلفين. هو أولاً يعني سوريا مكان منفتح جداً، في أديان، في طوائف، في أثنيات، لكن في كمان متشددين وحملة سلاح. أكيد طبعاً. فيما بعد أكيد أنا ضمن هالبيئة، ضمن بيئة سوريا وضمن بيئة عائلتي، فماما وبابا نفس التفكير، وفعلاً كانت ماما تاخذنا وتقلنا أنه هذا بيت الله. هلأ أنا مو كتير كبرت لحتى عرفت ديانتي، كنت لسه صغيرة بالمدرسة. هذا بيت الله، دين لله، القصة أكبر من أنه يعني في حالة أسماء، ومثل ما نحن اسمك منى اسمي سلاف، فكل حدا عنده دين. هي لا تتعدى فكرة التسمية، مع الاحترام لها التسمية كتير، وعم أقول لك أنه هي ثقافة بشر أكيد ومخزون مهم عند البشر، بس هو بالأخير اسم، أنا ما فيني قيمك حسب اسمك أو حسب أنت كيف خلقتي. فهي هو مش ضروري يكون تقييم، أحياناً بيكون مجرد تعريف. يعني أنت سئلتي مثلاً عن ديانتك مرة فقلتي سورية. صحيح، هيك أهلي علموني، لما حدا بيسألكم شو ديانتكم فقولوا سورية، لأنه بتوقع أنه هذا الانتماء هو الأبقى، والدين أكيد حالة جميلة مكملة، ولكن ليست هي الأساس للتعريف ولا جزء من التعريف. ما بيشكل أي شيء غير شيء خاص فيكي، شيء روحاني. مجرد أنه أنت إنسانة جيدة، أخلاقك مع الناس جيدة، ما بيعنيني أكثر من هيك.